أخبار اليوم. خطوة واحدة تفصلنا عن برلمان دام انتظاره لثلاث سنوات مضت عندما صدر قرار بحل مجلس الشعب بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه. يتكون البرلمان الجديد من 568 عضوا منتخبا، بينهم 448 نائبا بالنظام الفردي و120 نائبا بنظام القوائم المغلقة، ولرئيس الدولة تعيين ما يصل إلى 5% من عدد الأعضاء. ويتنافس المرشحون في المرحلة الثانية على 222 مقعدا بالانتخاب الفردي و60 مقعدا بالقوائم، حيث تجرى الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل القوات المسلحة والشرطة المدنية التي تقوم بتأمين جميع المقار الانتخابية على مستوى محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية. وتتفاوت نسب التصويت من محافظة لأخرى وفقا لإحصاءات اللجنة العليا للانتخابات، فإن أكبر نسبة مشاركة بين الناخبين للنساء وكبار السن، في حين عزف الكثير من الشباب عن المشاركة في العملية الانتخابية. وتحدث مراقبون وجمعيات حقوقية وناخبون عن لجوء الكثير من المرشحين إلى استخدام الرشاوى الانتخابية والمال السياسي لتشجيع الناخبين على التصويت، حيث تم رصد 1800 وقعة رشاوى ومخالفات، فيما وصلت نسبة التجاوزات ل 60%. أما عن نسبة التصويت بالخارج، أشار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المستشار عمر مروان إن هناك أكثر من 37 ألف ناخب بالخارج بأكثر من 7000 صوت انتخابي من المرحلة الأولى شاركوا في الانتخابات البرلمانية 2015. ومن أبرز القوائم والمرشحين الفائزين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث احتلت قائمة في حب مصر المركز الأول في أغلب الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية. ففي محافظة القليوبية فاز بمقعد كل من الإعلامي أحمد بدوي والمخرج خالد يوسف بطوخ وكفر شكر من الجولة الأولى. أما في محافظة القاهرة دائرة مدينة نصر فقد حسم الدكتور سمير غطاس المقعد لصالحه. أما على المستوى الفردي لجولة الإعادة، ففي الدائرة الثامنة مصر الجديدة والنزهة يتنافس في جولة الإعادة بعض المرشحين وأبرزهم فاطمة نعوت وزين السادات. وفي الدائرة الثالثة عشر بولاق أبو العلا وقصر النيل والزمالك يتنافس في مرحلة الإعادة كل من محمد محمود ومحمد المسعود. أما عن الدائرة الخامسة عشر الظاهر والويلي فيتنافس في مرحلة الإعادة كل من محمد أبو حامد مستقل والدكتور شيرين أحمد فؤاد عبد العزيز مستقل أيضا. وعن الدائرة الأولى ميت غمر فيتنافس في جولة الإعادة عدد من المرشحين وأبرزهم المستشار مرتضى منصور وأسامة الشيخ وأسامة راضي ومحمد المرشدي. وفي الدائرة الثالثة الباجور بمحافظة المنوفية يتنافس في الإعادة عدد من المرشحين من أبرزهم معتز كمال الشاذلي ومحمود بسيوني ومحمود منصور. أما عن الدائرة الرابعة تلا والشهداء فيتنافس في جولة الإعادة عدد من المرشحين أبرزهم محمد أنور السادات والدكتور عفة السادات وفخر طايل. مصطفى سعد، أخبار اليوم.